بعد توقفهم عن النشاط لأزيد من شهرين، ها هم أطباء الأسنان يستأنفون نشاطهم، لكن هذه المرة بتطبيق صارم لإجراءات الوقاية حماية لأنفسهم وزبائنهم من كورونا. صافي دوما وحنا غالقين ابري كي حلينا خدينا الاجراءات الوقائيه باش من الكوفيد 19 باش نحمو نفوسنا ونحمو لي باسيون تاعنا. نخدمو بلي رونديفو، نحكمو ماكسيموم 7 8 باسيون في لا جورني. كي يدخل الباسيون عندنا لازم يكون لي بافيت اوبليغاتوار، يمسح رجليه في الداخل بالمنشفه مبلله بجافيل، تعطيلو لاسيستانت لو جيل ديزانفيكتون باش يديزانفيكتي يديه، وابري ثانيك تقيسلو لا تمبيراتور ديالو بترمومتر ا ديستانس. كي يتوفروا هاد الشروط كامل عند الباسيون دخلوا لاسيستانت. التعقيم قياس حرارة الجسم واستقبال الزبائن بالمواعيد، كلها إجراءات اتخذتها طبيبة الأسنان هذه للعمل بأريحية في زمن الكورونا، إضافة إلى تهوية غرفة استقبال المرضى باستمرار. نخدموا الباسيون، من ثم كي نخدموا الباسيون يخرج تدخل لاسيستانت ديالنا، تدخل لاسيستانت تاعنا تعاود تعقم كلش من دار وجديد، كلش تبدل لي بلاطو، تبدل الجو طابل ديالو، تبدل كل شيء، اي حاجه يمسها الباسيون تعقمها لاسيستانت. وعندنا ثاني لي فينات توجور توت لا جورني يقعدوا محلولين باش يجدد الهواء داخل الكابيني. إجراءات وقائية مشددة وجب على أطباء الأسنان اتخاذها في هذا الوضع الصحي الذي تعيشه البلاد، خاصة وأنهم الأقرب إلى مصدر العدوى.